السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سرنا بمجموعة الحوسني نستعرض معكم بعض معالم القانون الضريبي والتعديلات اللي طرأت عليه. طبعا معانا زميلين سوف يقومون بعرض هذه الأمور وهذه البيانات، الأستاذ سيد الحاج وهو وكيل ضريبي، والأستاذ أحمد شوكت وهو وكيل ضريبي. نحن طبعا مثل ما عودناكم دائما نحاول في كل فترة أن نعرض شيء جديد ونحاول نتناقش معاكم هي كتبادل معرفة، مثل ما نحن تكلمنا في المرة السابقة. تبادل معرفة والاحتكاك مع طبعا جميع الأخوة اللي موجودين، الهدف منه هو نثري نحن معرفتنا وخبرتنا، أيضا نستزيد منكم في أي استفسارات أو أي معلومات أخرى ممكن في النهاية تحقق لنا جانب إيجابي نوصل له لمعلومة مهمة. يسرنا حين نبدأ مع الأستاذ سيد. تفضل الأستاذ سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحفظني لساني يفقهوا قولي. في البداية بنشكر سعادة المدير العام التنفيذي للمجموعة الأستاذ أحمد الحسن، وبنبتدي إن شاء الله في ندوة اليوم، واللي هنتكلم فيها الأول على المصادر اللي تم استخلاص المادة العلمية منها. أول حاجة عندنا المرسوم القانون الاتحادي رقم 47 على 2022، وعندنا القرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية اللي بتمثل اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 47 على 2022. عندنا الدليل الإرشادي اللي صدر عن الهيئة، عندنا قرارات الهيئة، عندنا المرسوم بقانون الاتحادي رقم 28 على 2022 اللي هو الخاص أو المتعلق بالإجراءات الضريبية، واللي حل محل القانون رقم 7 على 2017، وعندنا قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023، واللي مثل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الاتحادي رقم 28 على 2022. بالنسبة للندوة النهاردة، هي تعتبر استكمال للندوات السابقة اللي تم مناقشة فيها بعض المواد المتعلقة بإدارة الشركات. هنعمل مراجعة سريعة على المواد اللي سبق تناولها قبل كده، وهنكمل ندوة اليوم. أول حاجة هنتكلم فيها هنتكلم عن التعريف الضريبة وبداية تطبيقها والفترة الضريبية وإمكانية تعديلها وميعاد سدادها. هنتكلم عن الشخص المعفي، وهل هو طالما معفي مطالب بالتسجيل في ضريبة الشركات أم لا. هنتكلم عن نسبة تطبيق الضريبة، وهنتكلم عن الأشخاص الخاضعين للضريبة. هنتكلم عن المعايير المحاسبية المطبقة للدولة، وإيه هي المعايير دي، وإمتى أكون كشركة ملزم إن أنا أعمل قوائم مالية مدققة، أو إن أنا هكتفي بالمعايير المعترف بها داخل الدولة. هنتكلم عن التسهيلات الضريبية، هنتكلم الأول عن المجموعة الضريبية وكيفية تشكيلها وإلغائها. هنتكلم عن التسهيلات الضريبية، سواء كانت تسهيلات الخسارة الضريبية أو تسهيلات النقل ذات المجموعة المؤهلة أو تسهيلات إعادة الهيكلة أو تسهيلات الأعمال الصغيرة. هنتكلم عن السورية في الأعمال، فصل الأعمال وعقوبة فصل الأعمال. هنتكلم عن إلغاء التسجيل وحفظ المستندات والتقاضي.
فهنبتدي في الأول خالص مراجعة سريعة هنعملها على البنود اللي تم تناولها في الورقة السابقة. هنبتدي ضرائب الشركات، إيه هي ضرائب الشركات كتعريف؟ هنقول إن ضرائب الشركات هي أحد أشكال الضرائب المباشرة التي تفرض على الخاضع لضريبة الشركات والأعمال الأخرى، ويشار إليها في بعض الدول بعبارة الضريبة على دخل الشركات أو ضريبة على أرباح الأعمال. ولا تقتصر الضريبة على الشركات فحسب، بل إنها تشمل أيضا شركات، شراكات، وكيانات ذات صفة إدارية علاوة عن الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أعمال دون شرط عمل. تفرض الضريبة على الدخل فقط على ضريبة النسب المحددة، والنسب دي هنشوفها بعد شوية. بعد كده بنتكلم عن ميعاد تطبيق الضريبة. تطبيق الضريبة بتطبق على فترة من واحد اعتبارا من 1 يونيو 2023، أو على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023. بمعنى إن أنا لو ما فيش عندي حسابات أو ما فيش عندي قوائم مالية صارت إعدادها طبقا للمعايير المطبقة داخل الدولة، وعندي أرصدة افتتاحية تكون في 31/5/2023، فمعنى كده ان انا هبقى مطالب ان انا اسجل في الضريبه واكون خاضع لها اعتبارا من ده حال من الاحوال يعني اسجل في الضريبه، لكن اكون خاضع للضريبه اعتبارا من تاريخ 1 يونيو 2023. طيب انا لو شركه وعندي قوائم ماليه تم اعدادها طبقا لمعايير المحاسبيه المعترف بها داخل الدوله، وعملت القوائم دي في 31/12/2022 وعندي السنة المالية بتاعتي 12 شهر، فمعنى كده إن أنا عندي السنة المالية هتنتهي في 31/12/2023، وهكون خاضع للضريبة اعتبارا من 1/1/2024. يبقى أنا هيبقى عندي الفترة من 1/6/2023 لغاية 31/12/2023 أبدأ غير خاضع للضريبة. كل ما علي ان لما باجي اسجل اختار الفتره الضريبيه بتاعتي واعملها من يناير حتى ديسمبر. طيب الفتره الضريبيه عندي هي الماده 57، لان الفتره الضريبيه الخاضعه للضريبه هي السنه الماليه الجزء منها التي يتعين تقديم اقرار ضريبي عنها، وبتكون السنه الماليه الخاضعه للضريبه السنه الميلاديه او فتره 12 شهر التي يكون خاضع للضريبه لاداء الفورمه. طيب في استثناء لموضوع ال 12 شهر ولا في، هنقول ان في استثناء عندنا اللي هو قرار الهيئه رقم 5 وضح فيه الحالات اللي يجوز فيها ان احنا نعدل فتره ال 12 شهر طبقا لشروط معينه بنقدم بها طلب الهيئه، والهيئه هي اللي بتحدد الموافقه من عدمها. الفتره بتتغير 6 شهور بالزياده او النقصان، بس هي طبعا في البدايه نقول ان هي لها شروط معينه. الشروط دي اول حاجه تصفيه الخضع للضريبه، ثاني حاجه مزامنه السنه الماليه الخضع للضريبه، يعني انا مثلا دلوقتي عندي مجموعه ضريبيه انا عايز انضم ليها، فلازم اوحد الفتره الماليه بتاعتي بحيث ان هي تنتهي في نفس التاريخ، او اذا كنت عايز ازامن الفتره الماليه مع شركات ثانيه على اساس ان احنا نعمل تشكيل مجموعه ضريبيه جديده، او مزامنه مع السنه الماليه للمقر الرئيسي التابع لها او الشركه الام الاساسيه او المحليه. السبب رقم 3 اللي بنقدمه للهيئه على اساس ان احنا ناخد موافقه لتغيير الفتره الضريبيه هو وجود سبب تجاري او اقتصادي او قانوني وجيه لتغيير الفتره الضريبيه. في شروط ثانيه في عندنا انه الا يكون خضع للضريبه قام بتقديم الاقرار الضريبي عن الفتره التي يرفض تغييرها، وفي عندنا بقى شرط مهم اللي هو البند رقم 4 ان يتم طلب التغيير الى الهيئه قبل انقضاء 6 اشهر من انتهاء الفتره الضريبيه الاصليه. طيب بالنسبه لسداد ضريبه الشركات، احنا امتى هكون ملزم بتقديم الاقرار الضريبي وسداد ضريبه الشركات؟ احنا عندنا فتره سماح 9 اشهر لاعداد الاقرار الضريبي وسداده، يعني زي ما احنا عندنا في ضريبه القيمه المضافه
فترة سماح 28 يوم لإعداد الإقرار الضريبي وتقديمه وسداده. نفس الكلام عندنا هنا في ضريبة الشركات، بس بدل ما هي 28 يوم لا هي هتكون 9 أشهر. بمعنى إن أنا لو عندي الشركة اللي إحنا كنا بنتكلم فيها من شوية ونقول إن هي السنة المالية بتاعتها هتبتدي 1/1/2024، ولو اعتبرنا إن هي السنة المالية عندها 12 شهر، فكده أنا هعمل الإقامة المالية بتاعتي في 31/12/2024، وهكون مطالب خلال 9 شهور إن أنا أقدم الإقرار الضريبي وأسدده، يبقى عندي لغاية 30/9/2025. طيب أنا بالنسبة لي دلوقتي كشخص معفي، هل أنا مطالب بالتسجيل في ضريبة الشركات؟ أول حاجة هنتكلم فيها وهنقول مين هم الأشخاص المعفيين وسبب إعفائهم إيه؟ عندنا 4 أقسام للإعفاء الضريبي، وبعد كده هنتناول الأشخاص الموجودين معانا على الشاشة. أنا عندي إعفاء بيتم بشكل تلقائي، والإعفاء ده اللي هو بيبقى كالإعفاء بتاع الجهات الحكومية سواء كانت محلية أو اتحادية. عندي الإعفاء اللي بيتم بموجب إخطار يتم إرساله لوزارة المالية، وده في حالات الأعمال الاستقرارية أو الموارد الطبيعية غير الاستقرارية. عندنا الإعفاء بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، وده خاص ببندين اللي هو بند جهات النفع العام وخاص بالجهات التابعة للحكومة. عندنا بعد كده اللي هو البند رقم 4 اللي بنتكلم فيه عن الإعفاء بموجب طلب يتم تقديمه للهيئة، وده بيكون ممثل في صندوق الاستثمار المؤهل بمجمد رقم 10 وصندوق المعاشات أو التأمين الاجتماعي العام أو صندوق المعاشات والتأمين الاجتماعي الخاص عند الشخص الاعتبار الذي تم تأسيسه في الدولة، والذي يملك كامل وسيطر عليه الشخص المعفي المحدد في فقرات ألف وباء وواو وزاء. عندنا بعد كده أي شخص آخر قد يتم تحديده بموجب قرار رسمي. يبقى إحنا كده تناولنا الأشخاص المعفيين وعرفنا مين هم. طيب أنا عشان أتكلم عن الفترات الضريبية، أتكلم عن الأشخاص المعفيين والتزامهم بالتسجيل في ضريبة، هل هم ملزمين بالتسجيل في الضريبة أم لا؟ هنقول إن تتم معاملة الشخص المنصوص عليه في الفقرات ألف وباء وجيم ودال من هذه المادة اللي هم اللي قلنا عليهم إن هم الجهة الحكومية أو الجهة التابعة للجهة أو الكيانات التابعة للجهة الحكومية أو الأعمال الاستقرارية أو أعمال الموارد الطبيعية الاستقرارية، الأربعة دول، والذي يكون خاضع للضريبة بقدر الذي تعمل أعمال أو نشاط أعمال بموجب المواد 5 و6 و7 و8 من هذا المرسوم كشخص معفي بأوراق المواد. طيب يبقى عندنا الأربعة دول معفيين. معفيين بطريقتين، يا معفي تلقائي يا معفي بموجب اختار مقدم وزارة المالية أو في الكيانات التابعة للجهات الحكومية هيبقى موجب قرار، وقرار ده أعتقد إنه ما صدرش، لأن القرار اللي صدر اللي هو خاص بجهات النفع العام اللي هو كان قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2023. عندنا البند رقم 4 بيسأل الإعفاء من ضريبة الشركات بموجب الفقرات كذا من هذه المادة اعتبارا من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلب أو من تاريخ آخر تحدده الهيئة. وفي حال لم يستوفي الشخص المعفي أي شروط من الواردة في الأحكام ذات الصلة في أي وقت معين خلال الفترة، يتوقف اعتباره كشخص معفي لغاية هذا المرسوم من بداية تلك الفترة الضريبية. ولو رد البند 5 للوزير أن يحدد الشروط التي تجيز استمرار اعتبار الشخص كشخص معفي أو توقف اعتباره كشخص معفي من تاريخ مختلف. وعندنا البند اللي بعد كده اللي هو البند رقم 7، اللي هنتكلم فيه عن إمتى يكون إمتى في حالة لو الجهة الحكومية أو البنود اللي هم 4 اللي اتكلمنا فيهم متأسسين كان عندهم نشاط تجاري، مرسوم نشاط تجاري. طيب
في حالة ممارسة نشاط تجاري هيبقى الشخص المعفي ملزم إن هو يسجل في ضريبة الشركات. فنقول لا يوجد أي متطلب يلزم الجهات الحكومية والجهات التابعة للحكومة والأعمال الاستقرارية وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستقرارية للتسجيل لدى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات إذا لم تكن تمارس أعمال أو نشاط أعمال يخضع للضريبة. في حالة ممارسة النشاط ده وتطلب الحصول على ترخيص من الجهات الحكومية، ففي الحالة دي هيكون الجزء التجاري ده هيكون مطالب بالتسجيل في ضريبة الشركات، وهكون ملزم إن أنا أمسك له حسابات مستقلة منفصلة عن النشاط الرئيسي أو عن الغرض الرئيسي اللي كونت فيه الجهة الحكومية أو الموارد الطبيعية الموارد الاستقراجية أو الموارد الطبيعية غير الاستقراجية. هيكون عندي لها حسابات مستقلة معروف فيها الإيرادات قيمتها قد إيه، وفي نفس الوقت هكون عارف كمان النفقات. النفقات بتاعتها في حالة مثلا لو أنا كان عندي نفقات مشتركة بين الغرض التجاري اللي أنا ابتديت فيه أو ابتديت أزاوله وبين الجهة الحكومية كمثال أو الكيانات تبع الجهة الحكومية. في الحالة دي هعمل نسبة وتناسب بين الإيراد، يعني هعمل هنا عملية تنسيق بين الإيراد والنفقات بحيث إن أنا في الآخر آخد نسبة من المصاريف تبقى مصاريف مستقلة للخاضع للضريبة في الجزء المتعلق بالنشاط التجاري. طيب أنا دلوقتي هسجل في الضريبة عندنا المادة 51 تسجيل الضريبة. هنقول إن يجب على أي خاضع للضريبة التسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة وفقا للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تحددها الهيئة والحصول على رقم تسجيل ضريبي إلا في حالات يحددها الوزير، اللي هي الحالات اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي خاصة بالإعفاء الضريبي، أو إذا كان في حالات أخرى. عندنا الأغراض الإعفاء من ضريبة الشركات في المادة 4 البند 1 من كذا إلى كذا، الهيئة تطلب من الشخص المعني يسجل لضريبة الشركات ونحصل رقم تسجيل ضريبي في حالة عدم توافر الشروط. عندنا الهيئة وفق تقديرها وبناء على المعلومات المتاحة لها تسجيل الشخص لضريبة الشركات اعتبارا من التاريخ الذي يصبح فيه خاضعا للضريبة. عندنا إمتى أسجل للشخص المعفي وإمتى وهيكون عليه التزام ولا مش هيكون عليه التزام؟ صدر قرار الهيئة رقم 7 وقال إن يجب على الشخص المشمول في الفئة ه اللي هو خاص بجهات النفع العام القيام بالتسجيل والضريبي والحصول على رقم تسجيل ضريبي ابتداء من أكتوبر 2023. طيب بالنسبة للفئات الأخرى اللي هم الأربعة اللي بعد كده، قال إن هو يجب على الشخص المشمول في الفئات واو وذال وحاء وطاء التسجيل الضريبي والحصول على رقم تسجيل ضريبي ابتداء من 1 يونيو 2024. طيب إذا وافقت الهيئة على طلب التسجيل، أنه هدخل الشخص المشمول في البند رقم 2 اللي هي الفئات ده صندوق الاستثمار والتأمينات اللي هي تأمينات صندوق التأمينات الاجتماعية العام والخاص. في الحالة دي هيبقى إن هو له الحق إن يقدم على طلب إعفاء في حالة استيفاء الشروط عنده، هيبقى مطالب بتقديم طلب إعفاء خلال 60 يوم عمل من نهاية الفترة الضريبية التي استوفى فيها شروط الإعفاء. في حالة موقف الهيئة على طلب الإعفاء المنصوص عليه، يسري الإعفاء اعتبارا من بداية الفترة الضريبية التي تم تحديدها لطلب الإعفاء، ويجوز للهيئة تحديد تاريخ بديل لسريان الإعفاء مغاير لما جاء في البند 2 من هذا اليوم. طيب أنا بالنسبة لي دلوقتي كشخص معفي، هل علي التزام؟ أنا مش خاضع للضريبة دلوقتي. أنا أخذت إعفاء طبقا لتوافر شروط معينة تم الموافقة عليها من الهيئة. طيب هنقول إن في عليك التزام؟ في التزام موجود ومثل في قرار الهيئة رقم 11 لسنة 2023 المادة رقم 2 اللي هي بتتكلم عن متطلبات تقديم
تصريح الأشخاص المعنيين لأغراض البند 5 من المادة 53 من المرسوم، فإنه على الأشخاص المعنيين بموجب الفقرات كذا تقدير لجهات النقل العام والأربع جهات اللي بعد كده تقديم تصريح سنوي خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ الفقرة الضريبية. يعني بالضبط نفس فكرة الإقرار الضريبي خلال 9 أشهر، ده بالنسبة للشخص الطالب الضريبة اللي هيقدم إقرار ضريبي خاص بضريبة الشركات، ولكن الفرق اللي هنا إن هو بيقدمه كتصريح سنوي خلال مدة 9 أشهر من تاريخ الفقرة الضريبية المعنية، ويتضمن إقرار عن استمرارية استيفاء شروط الإعفاء ذات الصلة الواردة بالمرسوم، وبأن سجلاتي لدى الهيئة لا تزال صحيحة. وليه هيبقى ملزم إن هو يقدم الطلب ده أو يقدم التصريح ده؟ على أساس إن هو في فترة معينة لو لم يكن مستوفي للشروط هيبقى خاضع للضريبة، وهيبقى عليه إن هو يقدم إقرار ضريبي ويسدد ضريبة الشركة. طيب بالنسبة للخاضعين للضريبة، قد يكون خاضع للضريبة مقيم أو غير مقيم، والضريبة بشكل عام تنطبق على الأشخاص الآتيين: أول واحد اللي هي الأشخاص اللاتجاريين كالشركات التي تأسست بالدولة، أو الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين تم إدارتهم والتحكم فيهم بشكل فعال للدولة. رقم 2 الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين اللي هي الكيانات الاعتبارية الأجنبية الذين لديهم منشأة دائمة في الدولة. رقم 3 الأشخاص غير المقيمين الذين يحققون دخلا ناشئا في الدولة. رقم 4 الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين الذين لهم صلة بالدولة إذا كانوا يحققون دخلا من أموال غير منقولة بالدولة. رقم 5 الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أعمالا أو نشاط أعمال في الدولة ويحققون عائدات تجاوز مبلغ 1 مليون درهم عن كل سنة ميلادية سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين. طيب إحنا حاولنا وإحنا بنحضر المادة العلمية إن إحنا لما نيجي نتناول بند معين نحاول نشوف القرارات اللي صدرت بعد كده سواء من مجلس الوزراء أو قرارات وزارية اللي هي القرارات اللي بتمثل اللائحة التنفيذية لمرسوم القانون الاتحاد رقم 47 سنة 2022، إن إحنا نرجع لها بحيث يبقى المادة العلمية كاملة واضحة وكام حضرتك. فبالنسبة للأشخاص الطبيعيين صدر قرار مجلس الوزراء رقم 49 سنة 2023، المادة 2 فيه بتتكلم عن يستثنى من ذلك اللي هي الأنشطة الخاصة بالشخص الطبيعي الأنشطة التي تحقق عائدات من المصادر التالية بغض النظر عن مبلغ العائدات المحققة من تلك الأنشطة. عندي 3 أنشطة العائد بتاعهم والخاص أو المتعلق بالشخص الطبيعي أكون مستثناه وخاضع لضريبة الشركات. عندنا البند الأول اللي هو البند الأجل، البند الثاني اللي هو بند الاستثمار الخاص، البند الثالث اللي هو بند الاستثمار العقاري. الأجر هو كل ما يعطى لعامل لقاء عمل بموجب عقد عمل سواء كان عقدي أو عيني، أو يدفع سنوي أو شهري أو أسبوعي أو يومي أو على أساس ساعة أو قطعة، أي نوع من أنواع الأجر معفى من ضريبة الشركات. الاستثمار الخاص أي نشاط استثماري يقوم به الشخص الطبيعي بحساب الخاص والذي لا يمارس أو يتطلب الممارسة الحصول على ترخيص من قبل جهة الترخيص في الدولة ولا يعد عملا تجاريا وفقا لاحكام المرسوم بقانون الاتحاد رقم 50 على 2022 فهو يعتبر غير خاضع لضريبه الشركات. عندنا الاستثمار العقاري وهو اي نشاط استثماري يمارسه الشخص الطبيعي المرتبط بشكل مباشر او غير مباشر سواء كان بالبيع او بالتاجير او التاجير من المواطن الاراضي او العقارات في الدوله الذي لا يمارس او لا يتطلب ان يمارس بموقع ترخيص من جهه ترخيص في الدولة. طيب احنا اتكلمنا كده دلوقتي عن الخضارين واتكلمنا فيه عن الشخص الطبيعي، هنتكلم بعد كده عن نسبة ضريبة الشركات. ايه النسبة اللي انا ملزم ان انا اسددها لو كنت خاضع للضريبة؟ النسبة هتكون في حدود المبلغ الذي يحدد موجب قرار رسمي بنسبة 0%، وصدر بقى بعد كده قرار مجلس الوزراء 2016 على 2022 المادة رقم 2 حددت المبلغ ده إن هو 375,000 درهم. يبقى أنا عندي دلوقتي في حالة إن أنا تحت ال 375,000 درهم الدخل بتاعي بيكون نسبته 0 ضريبة، وما تجاوز 375,000 درهم هتكون نسبة الضريبة 9%. وبالنسبة للدخل المؤهل، الدخل المؤهل مختلف عن
الداخل الحرة للضريبة، الدخل المؤهل في المنطقة الحرة، هتكون نسبته صفر في حالة لو كان الدخل مؤهل، وهتكون نسبة 9% لو كان الدخل الحرة للضريبة، والذي يكون دخل مؤهل. يعني هنا موضوع 375 ألف جرام في المنطقة الحرة مش موجود، هنا يا إما مؤهل يا إما غير مؤهل، 0% أو 9%. هنتكلم بعد كده عن القرار الوزاري رقم 114 على 2023، واللي خاص بالقوائم المالية والقوائم المدققة. طيب ايه في البداية القوائم المالية، او ايه التعريف الخاص بالقوائم المالية؟ هنقول القوائم المالية هي مجموعة كاملة من القوائم كما هي محددة وفقا للمعايير الحسابية المطبقة من قبل الحاضر للضريبة، وتشمل دون الحصر بيان الدخل وبيان الدخل الشامل الآخر، والميزانية العمومية وبيان التغيرات في الحقوق الملكية وبيان التدفق النقدي. المادة رقم 4 من القرار الوزاري رقم 114 2023 حددت هي المعايير المحاسبية المطبقة، وهي المعايير الدولية لإدارة التقارير المالية، ويجوز الخاضع للضريبة الذي حقق إيرادات لا تتجاوز 50 مليون درهم تطبيق المعايير الدولية لإدارة التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. طيب عندنا بعد كده عايز أقول إن إمتى أكون ملزم إن أنا أقدم قوائم مالية مدققة؟ أنا عندي حالتين فقط اللي أكون ملزم فيهم إن أنا أقدم ميزانيات أو قوائم مالية مدققة، في حالة إذا كان خاضع للضريبة تتجاوز إيرادات الفترة الضريبية مبلغ 50 مليون درهم، أو إذا كان الشخص المؤهل قائم في المنطقة الحرة بأي إيراد هيكون ملزم إن هو يقدم قوائم مالية مدققة. طيب أقل من 50 مليون درهم لأي شركة من الشركات يكتفى بتقديم القوائم المالية طبقا للمعايير الدولية لأداء التقارير المالية. في القرار 114 عشان نبقى استوعبنا القرار كله بالكامل أو غطيناه كله بالكامل، المادة رقم 2 فيه بتقول يجوز استخدام الأساس النقدي المحاسبي في حالات معينة، في حالة إذا كان الشخص يحقق إيرادات لا تتجاوز مبلغ 3 مليون درهم، وفي حالات استثنائية وبناء على طلب يقدمه الشخص إلى البيت. بعد كده هنتكلم عن المجموعة الضريبية وكيفية تشكيلها والتسهيلات الضريبية بأنواعها السورية وعقوبة السورية بعد كده. طيب المادة رقم 40 بتتكلم فيه عن المجموعة الضريبية، البند رقم 1 بيتكلم فيه هل يجوز لشخص مقيم للشركة الأم أن تتقدم بطلب إلى الهيئة لتشكيل مجموعة ضريبية مع مقيم آخر أو أكثر في حالة استيفاء الشروط الآتية: أن يكون الأشخاص المقيمين أشخاصا اعتباريين، ده البند رقم 1. البند رقم 2 إن الشركة الأم تكون بتمر بشكل مباشر نسبة 95% من أو بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر نسبة 95% من رأس المال، نسبة 95% من حقوق التصوير، نسبة 95% من أرباح وصافي أصول الشركة التابعة. طبعا زي ما قلنا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، ودي هنوضحها في حالات عملية إن شاء الله النهاردة في المنهج. طيب إيه بقية الشروط اللازمة لتكوين مجموعة ضريبية؟ عندي أربع بنود نحفظهم كده مع بعض على أساس إنهم هيبقوا مقررين معانا في معظم حالات التسهيلات. البند الأول معفي، البند الثاني المؤهل في المنطقة الحرة، البند الثالث اللي هو ذات السمة المالية، البند الرابع اللي هو الإعلانات ذات القوائم المالية. طيب يبقى البند الأول اللي تكون ألا تكون الشركة الأم أو الشركة التابعة لشخص معفي، ألا تكون الشركة الأم أو الشركة التابعة لشخص مؤهل في المنطقة الحرة، ألا أن يكون لكل من الشركة الأم والشركة التابعة نفس السنة المالية، أن تكون كل من الشركة الأم والشركة التابعة، أن تقوم كل من الشركة الأم والشركة التابعة بإعداد قوائمهم المالية باستخدام المعايير المحاسبية ذاتها، يعني سواء كانت عند المعايير المحاسبية التابعة أساس النقدي لأساس نقدي لكل
أساس استحقاق، أساس استحقاق الوصول بقيمة سقف قيمة دفترية، لسقف قيمة دفترية أو إذا كانت للوصول للقيمة السوقية أو القيمة السوقية. هنكمل مع بعض بنود المادة رقم 40، المادة رقم 40 الخاصة بالمجموعة الضريبية. عندنا البند رقم 2 استثناء من أحكام الفقرة من البند 1 من هذه المادة، يجوز لشركة تابعة واحدة أو أكثر تملك فيها جهة حكومية بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 95% على الأقل من حصة الملكية كما هو منصوص عليه في البند الموديل أن تشكل مجموعة ضريبية، ويقدم طلب تشكيل مجموعة ضريبية من الشركة أو الشركة التابعة التي تسعى للنظام. يبقى الطلب لما يكون عندي شركة أم وشركة تابعة بيقدموا الطلب، كل شركة بتقدم الطلب بتاعها، لكن في الأول والآخر هي شركة أم هي اللي بتمثل المجموعة وهي اللي ملتزمة بكافة الالتزامات المنصوص عليها بهذا المرسوم نيابة عن المجموعة الضريبية، وبتكون الشركة الأم وكل شركة تابعة مسؤولة بالتضامن والتكافؤ عن ضريبة الشركات المستحقة الدافع من قبل المجموعة الضريبية عن الفترات التي يكون فيها أعطاء ضمن المجموعة الضريبية. طيب يجوز إن يبقى الالتزام ده على شركة واحدة محددة؟ البند رقم 7. هل يجوز أن تقتصر المسؤولية التضامنية والتكافلية المنصوص عليها في البند رقم 6 عن الفترة الضريبية على عضو واحد أو أكثر من المجموعة الضريبية بناء على موقف الهيئة؟ عندنا البند رقم 8 تبقى الشركة الأم وكل شركة تابعة مسؤولة عن الامتثال لأحكام المادة 45 اللي هي الضريبة المدفوعة من المنبع. البند 9 يحق للشركة التابعة الانضمام إلى المجموعة الضريبية القائمة بناء على طلب مقدم من الهيئة من قبل الشركة الأم والشركة التابعة المعنية. البند رقم 10 يجب على الشركة التابعة مغادرة المجموعة الضريبية في أي حالة من الحالتين بعد موافقة الهيئة على الطلب المقدم إليه من قبل الشركة الأم والشركة التابعة المعنية. البند الثاني اللي هو إذا لم تعد الشركة التابعة المعنية المستوفاة لشروط العضوية في المجموعة الضريبية. يبقى أنا عندي الشركة التابعة تقدر إن هي تغادر المجموعة الضريبية بس في توافق حالتين بعد موافقة الهيئة على الطلب المقدم منها ومن الشركة الأم، نفس فكرة الانضمام بالظبط، طلب يقدم من طرف الشركة الأم. نفس الحال بالنسبة للمغادرة يعملوا نفس الطلب، طلب المغادرة. رقم 2 إذا لم تعد الشركة الأم التابعة أو إذا لم تعد الشركة التابعة المعنية مستوفية لشروط العضوية، وليكن مثلا نقول اللي هي 95% الشركة الباعة مثلا منها جزء، فبالتالي أصبحت الشركة الأم لا تملك نسبة 95% من الشركة التابعة، ففي الحالة دي ينتهي وجودها في المجموعة وتقدم طلب مغادرة المجموعة. عندنا البند رقم 11 ينتهي وجود المجموعة الضريبية أي من الحالتين الآتيتين. عندنا البند 1 بعد موافقة الهيئة، هنا بنتكلم عن المجموعة الضريبية ككل، احنا كنا قبل كده بنتكلم عن الشركة التابعة في البند رقم 10. في البند رقم 11 هنتكلم فيه عن وجود المجموعة الضريبية، هنقول الانتهاء بشكل طوعي بعد موافقة الهيئة على طلب مقدم من الشركة الأم، ده طلب اختيار من المجموعة نفسها أو الشركة الأم. وعندنا البند رقم ب إذا لم تعد الشركة الأم مستوفية لشروط تشكيل المجموعة الضريبية، نفس مثال اللي قلناه قبل كده لو اتباع منها جزء او ان هي فقدت الشروط اللي احنا سبق تناولها اللي هي البند من 1 ل 7 الخاصين بشروط تكوين المجموعه الضريبيه. البند رقم 12 يجوز للشركه الام في المجموعه الضريبيه ان تتقدم طلب الى الهيئه لاستبدالها بشركه ام وتقدم طلب في المجموعه الضريبيه في اي من الحالتين الاتيتين. في حاله استيفاء الشركه الام الجديدة للشروط المنصوص عليها في البند رقم 1 من هذه المادة والمرتبطة بالشركة الأم السابقة، يعني لو هيبقى عندي شركة من الشركات التابعة يبقى فيها شروط توافق فيها شروط الشركة الأم وتقدر إن هي تدخل مكان الشركة الأم القديمة، هتدخل مكانها وتبقى كافة الالتزامات عليها بالظبط نفس الشركة الأم الأصلية. البند بقى إذا انتهى وجود الشركة الأم السابقة وأصبحت الشركة الأم الجديدة أو شركة تابعة خلفا قانونيا لها في كافة حقوقها وواجباتها. البند رقم 13 باستثناء من أحكام البندين 11 و12 من هذه المادة يجوز للهيئة وفق تقديرها
حل المجموعة الضريبية أو تغيير الشركة الأم للمجموعة الضريبية بناء على المعلومات المتوفرة لديها على أن تقوم الهيئة بإقرارها لذلك. المادة رقم 41 اتكلمت فيها عن فترة أو تاريخ تشكيل وانتهاء المجموعة الضريبية. عندي في حالة لما يكون الأمر طواعية سواء كان في التشكيل أو في المغادرة يبقى بيتم اعتبارا من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلب المقدم للهيئة أو أي فترة ضريبية أخرى تحددها الهيئة. ولكن على عكس في حالة لو كان الطلب إجباري أو اضطراري نظرا لمغادرة الشركة الأم أو الشركة التابعة للمجموعة بسبب ظروف اللي اتكلمنا عليها اللي هي الظروف الاضطرارية، ففي الحالة دي يعتبر المغادرة اعتبارا من بداية الفترة الضريبية إذا لم تعد مستوفية للشروط المنصوص عليها في البند رقم 1 للمادة 40 من هذا الدرس. هنتكلم بعد كده عن المادة رقم 42 الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية. أنا على أساس إن الوقت عندي مجموعة ضريبية إزاي إن أنا هعمل الإقرار الضريبي بتاعي؟ في بند واحد قال على الشركة الأم جمع النتائج المالية والأصول والالتزامات العائدة لكل شركة تابعة عن الفترة الضريبية المعنية واستبعاد المعاملات بين الشركة الأم وأي شركة تابعة للمجموعة الضريبية. البند رقم 2 تطبق الأحكام ذات الصلة من هذا المرسوم على المجموعة الضريبية حسب المقررات. هنقرأ الجزء بتاع نصوص المادة دي على أساس إن إحنا عندنا بعد كده حالة عملية هنفضل الكلام النظري اللي موجود قدامنا. البند رقم 3 يجوز تخفيض خسائر الشركة التابعة قبل انضمامها للمجموعة وتستخدم لخفض الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية. يبقى أنا لما أكون عندي شركة قبل الانضمام للمجموعة كانت محققة خسارة ضريبية، في حالة انضمام المجموعة يحق لها إن هي تاخد الخسارة المحققة معاها قبل كده وتقدر إن هي تخفض بيها قيمة الخسارة الضريبية للمجموعة أو تخفض بيها قيمة الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة بالكامل أو بالجزء بالقدر يعني اللي يخص الخسارة اللي أنا أخدتها معايا من الشركة اللي انضمت للمجموعة الضريبية. عند بند رقم 4 لا يجوز استخدام الخسائر الضريبية للمجموعة الضريبية والتي لم تستخدم قبل انضمام شركة تابعة جديدة لخصم الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية. البند 5 يخضع تطبيق البندين 3 و4 من هذه المادة للشروط المادة 37 و38 والمادة 39. البند رقم 6 في حال مغادرة الشركة التابعة للمجموعة فإنه يجب أن تبقى الخسائر الضريبية للمجموعة ضمن تلك المجموعة الضريبية باستثناء أي خسائر ضريبية سابقة للانضمام مجموعة عائدة للشركة التابعة المعنية. يبقى هو في البند هنا ده بيتكلم فيه لو أنا الخسارة نفس ما كان فكرة الخسارة عند انضمام شركة تابعة جديدة إن هي بتجيب الخسارة بتاعتها للمجموعة، نفس الفكرة إن هي لما هتيجي تغادر الخسارة بتاعتها في حالة الفترة اللي كانت موجودة فيها ضمن المجموعة الخسارة هتفضل في المجموعة زي ما هي، أما في حالة لو كانت خسارة قبل انضمام المجموعة فيحق لها إن هي الخسارة دي تفضل معاها. طيب البند رقم 7 في حال انتهاء المجموعة الضريبية يجب تخصيص خسائرها الضريبية غير المستخدمة على النحو الآتي: إذا استمرت الشركة الأم بخاضع للضريبة تبقى جميع الخسائر الضريبية معها، إذا لم تعد الشركة الأم خاضعة للضريبة لا يجوز خصم الخسائر الضريبية للمجموعة الضريبية من دخل شركة تابعة تحققت بعد انتهاء المجموعة الضريبية باستثناء أي خسائر ضريبية سابقة للانضمام للمجموعة عائدة للشركة التابعة المعنية لم تعد استخدامها لم يتم استخدامها. البند رقم 8 تطبق أحكام بند 7 حسب استمرار المجموعة الضريبية اللي هي حالة الشركة الجديدة اللي هي تعتبر كشركة أم اللي هتبقى تابعة للشركة الأم الأصلية. عندنا بعد كده البند رقم 9 لا تطبق أحكام البند 1 من هذه المادة في حال تم نقل أصول أو التزامات بين أعضاء المجموعة الضريبية أو غادر النقل المنقول أو المنقول إليه المجموعة الضريبية خلال 2 سنين من تاريخ النقل ما لم يكن الدخل المرتبط معه من ضريبة الشركات أو لم يؤخذ في الاعتبار بموجب أي أحكام. يبقى البند ده بند مهم جدا اللي هو بند بيتكلم فيه إن أنا طول ما أنا داخل المجموعة الضريبية أي نقل بيتم ما بقاش فيه أي مشكلة خالص طول ما إحنا المجموعة الضريبية قائمة، ولكن عند مغادرة
الناقل أو المنقول إليه المجموعة الضريبية خلال سنتين من تاريخ النقل لم يكن بالدخل المرتبط معه من ضرائب الشركات أو لم يؤخذ بالاعتبار موجب أحكام أخرى من هذا المفهوم. البند 10 يجب مراعاة الدخل المتعلق بالنقل المنصوص عليه في البند 9 من هذه المادة، ولازم لم يؤخذ بالاعتبار اعتبارا من تاريخ مغادرة الناقل أو المنقول إليه المجموعة الضريبية، ويترتب على ذلك تعديلات مقابلات التكلفة الأساسية وأعلى المجموعة الضريبية إعداد قوائم مالية موحدة وفق المعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة. يبقى البند ده اللي بيتكلم أو البنود اللي هنا بيتكلم في حالة لو كان في عندي مجموعة ضريبية تمت معاملات ما بينها، مثلا كبيع أصول أو حاجات زي كده، وكانت قيمة الأصول دي اتعاملت بالقيمة الدفترية أو صفة قيمة دفترية. لا، في حالة لو حد غادر المجموعة الضريبية في الحالة دي هيكون مطالب إن هو يعمل عملية تعديل للحسابات اللي هي اتقدمت قبل كده، وهيكون الجزء ده يؤخذ في الاعتبار كتعديل للدخل الضريبي. عندنا بعد كده البند 11 اللي كنا بنقول عن المجموعه الضريبيه اعداد قوائم ماليه موحده وفق المعايير المحاسبيه المعمول بها في الدوله. طبعا احنا هناخد امثله عمليه، وحتى امثله عمليه هتبقى الامور اوضح من كده ان شاء الله. الماده رقم 12 اختار الهيئه في مغادره شركة تبع أو انتهاء المجموعة الضريبية. أي شيء هيحصل لأي عضو مسجل في المجموعة الضريبية أو مسجل في ضريبة الشركات بشكل عام هيتطلب عليه إن هو يقدم إخطار للهيئة في خلال 20 يوم عمل من التاريخ الذي لم يعد فيه تلك الشروط مستوفية. يعني عندنا في البند اللي بنتكلم فيه اللي هو البند رقم 12، في حال مغادرة شركة تابعة لمجموعة ضريبية أو انتهاء مجموعة ضريبية نتيجة توقف عن استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 40 من قانون ضريبة الشركات أو هذا القرار، فإنه يتعين على المجموعة الضريبية إطار الهيئة لذلك خلال 20 يوم عمل من التاريخ الذي لم تعد فيه تلك الشروط مستوفاة. المادة رقم 13 إعداد القوائم المالية لدى مغادرة أو انتهاء المجموعة. لأغراض المادة 20 من قانون ضريبة الشركات، إذا غادرت شركة تابعة مجموعة ضريبية أو انتهت مجموعة ضريبية، فإننا نتعين على كل شركة تابعة مغادرة المجموعة الضريبية، وأيضا على الشركة الأم الصادرة المجموعة الضريبية بحسب الحال إعداد القوائم المالية المستقلة وفق ذات الأساس المحاسبي المطبق من قبل المجموعة الضريبية، وبيكون فيها قيم الأصول والالتزامات المعنية كما هي مسجلة مقر المجموعة الضريبية. يبقى في حالة لو أنا عندي حسابات خاصة بالمجموعة الضريبية وحصل عملية فصل وبقى في أفراد أو شركات مستقلة عن مجموعة، هتبقى ملزمة إن هي تاخد القوائم المالية اللي تخصها وتبقى قوائم مالية مستقلة تكون قيم افتتاحية لتلك الأصول والالتزامات في القوائم المالية المستقلة. هناخد مثال أو حالة عملية على تطبيق ضريبة الشركات. هنفترض إن إحنا عندنا 3 شركات دخل قطع من ضريبة كل شركة 5 مليون درهم، فإننا سنوضح قيمة الضريبة التي سيتم دفعها قبل وبعد الانضمام للمجموعة الضريبية كالتالي. في حالة قبل الانضمام للمجموعة الضريبية هيبقى عندنا اللي هو المبلغ الأول أو المبلغ الشريحة الأولى اللي هي 375,000 درهم بصفر ضريبة. عندي الحالات الشركات اللي هي اللي بعد كده أو الحالات الدخل الخاضع للضريبة في الشركات الثلاثة اللي قدامنا دلوقتي، هنقول إن الشريحة الأولى بنخصمها 375,000 بنخصمها من الدخل الخاضع للضريبة اللي هو 5 مليون درهم، هيكون الصافي بتاع كل شركة أو الدخل الخاضع للضريبة لكل شركة 4,625,000، اللي هنضربه في 9% هيدينا كل شركة 416,250. طب في حالة الانضمام للمجموعة الضريبية، طبعا من ضمن الشروط اللي شفناها من شوية إن تعامل المجموعة الضريبية من خلال إعداد قوائم مالية موحدة، ففي الحالة دي هنجمع القوائم أو نجمع الدخل الخاضع للضريبة للـ3 شركات اللي هو هيبقى عبارة عن 15 مليون، هياخد إعفاء عن الشريحة الأولى فقط اللي هي 375,000 درهم اللي هيكون رصيد الصفر ضريبة، والباقي اللي هو خاص بـ3 شركات مع بعض مجمعين كمجموعة ضريبية اللي هو 14,625,000 درهم في 9% هيدينا 1,316,250.
هنتكلم عن المادة 37 اللي هي تسهيلات الخسارة الضريبية. يجوز خصم الخسارة الضريبية الفترة الحالية من الدخل القادم للضريبة في الفترات اللاحقة، ولا يجوز أن تتجاوز مبلغ أو يتجاوز مبلغ الخسارة الضريبية المستخدمة لتخفيض الدخل القادم للضريبة لأي فترة لاحقة نسبة 75% من الدخل القادم للضريبة عن تلك الفترة، قبل تطبيق أي تسهيلات للخسارة الضريبية إلا في الحالات التي تحدد بموجب القرار. ولا يجوز للضريبة أن يطلب تسهيلات الخسارة الضريبية في حالة في ثلاث حالات. في حالة إذا كان خسارة متكبدة قبل تطبيق ضريبة الشركات، في حالة الخسارة المتكبدة قبل أن يصبح الشخص خاضع للضريبة، أو خسارة بين رقم ثلاثة الخسارة المتكبدة من الأصول أو النشاط الذي يقع داخل أو لم يقص في الاعتبار. البند ألف والبند باء دول هيكون موجودين في الشركة اللي اتكلمنا عليها في بداية الندوة، اللي هي الشركة اللي بتعمل حساباتها 2022 في 31/12 أو بتعمل القوائم المالية بتاعتها في 31/12 2022، هتبقى السنة المالية بتاعتها اللي بعد كده اللي هي تنتهي في 31/12 2023. هنا الفترة دي هو غير طابع في البند، طب لو حصل خسارة في الفترة دي اللي هي 2023 وأصبح بعد كده خاضع للضريبة اعتبارا من 1/1/2024، هيبقى غير مستحق إن هو ينقل الخسارة الضريبية معاه في الفترات اللاحقة. ليه؟ لأنها هي قبل أن يصبح الشخص خاضع للضريبة. البند رقم 4، يجب خصم التسهيلات الضريبية التي تم ترحيلها إلى فترة ضريبية لاحقة من الدخل الخاضع للضريبة لتلك الفترة الضريبية اللاحقة، وذلك قبل ترحيل ما يتبقى منها إلى فترة ضريبية أخرى، أو استخدام أي خسائر ضريبية منقولة لمدة المدة 38. هنتكلم عن حالة عملية عن تشكيل المجموعة الضريبية. هنقول لو عندنا الشركة ألف وهي شركة مقيمة في الدولة واستحوذت بتاريخ 31/3/2026 على الشركة ب، وهي شركة أخرى مقيمة بالدولة وتمتلك الشركة ألف 100% من رأس مال الأسهم وتحتفظ بنسبة 100% من حقوق التصويت الخاصة للشركة ب، وتمتلك الشركة ب 100% من رأس مال الشركة الأسهم وتحتفظ بنسبة 100% من حقوق التصويت الخاصة بالشركة ب. يعني احنا عندنا دلوقتي الشركة ألف بتملك الشركة ب، والشركة ب بتملك الشركة ج، يبقى بشكل غير مباشر الشركة ألف بتملك الشركة ج، وتستخدم جميع الشركات ذات المعايير المحاسبية وتتبع السنة المالية ذاتها. على الرغم من أن الشركة ألف لا تملك بشكل مباشر أي رأس مال أسهم أو تحتفظ بأي حقوق تصويت في الشركة ج، إلا أنها تفعل ذلك بشكل غير مباشر زي ما قلنا. وهنقول قدمت الشركة ألف بصمتها على الشركة الأم والشركة ب والشركة ج طلبا لتشكيل مجموعة ضريبية اعتبارا من الفترة الضريبية التي تبدأ من 1 سبتمبر 2026، وقد وافقت الهيئة على طلب تشكيل مجموعة ضريبية على أن تكون نهاية الفترة الضريبية الأولى هي 31 أغسطس 2027. هنكمل مع بعض بقية الحالة. هنقول إن كان الدخل المحاسبي لكل شركة قبل توحيد القوائم المالية، الشركة ألف لو كان 10 مليون والشركة باء كانت 8 مليون والشركة ج كانت 9 مليون، وكان للشركة ألف خسائر مرحلة بقيمة 5 مليون و 500 ألف في الفترة من 1 سبتمبر 25 حتى 31 أغسطس 2026. أول حاجة هنعملها هنا هنجمع زي ما قلنا القوائم الموحدة، هنجمعها فتبقى 10 مليون و8 مليون و9 مليون، دول يبقوا 27 مليون. أنا الحد الأقصى عندي لترحيل الخسائر الضريبية هي 75% من قيمة الدخل اللي هي بتمثل 20 مليون 250. ال 20 مليون 250 الخسائر المرحلة اللي عندي اللي هي 5 مليون 500 أقل من القيمة اللي أنا هتيجي إن أنا أرحل الخسارة بتاعتها. ففي الحالة دي إن أنا هقدر أرحل ال 5 مليون و500 كلهم بالكامل من الدخل الخاضع للضريبة، على أساس إن هو ال 5 مليون و500 هطرحها من ال 20 مليون 250، هيكون الصرف عندي 14 مليون 750. ال 14 مليون 750 دول هيكون عندي أول 375 ألف درهم دول شريحة صفر
ما فيش عليها ضريبة، وباقي القيمة اللي هي هتبقى 14 مليون 375 دي هنضربها في 9% هيكون عليها ضريبة بقيمة 1,293,750. طبعا احنا كان لسه معانا جزء في المادة الأمنية، لكن اعتذر أو يعني اعتذر على الإطالة على أساس إن ندي فرصة للأستاذ الزميل أحمد شوكة للمشاركة والرد على استفسارات حضرتك. السلام عليكم. مش بتشوف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. بشكر الزميل الحاج سيد، الحقيقة غطى جزء كبير، والأسئلة اللي وصلت لنا أنا شايف إن هو جاوب على معظمها، لكن هنراجع عليها في صيغة دردشة، لأن الأسئلة لما جت فكل شخص بعت سؤال، فهو السؤال ده بيهم، فممكن في شرح أستاذ سيد تكون فاتته الإجابة. من الأسئلة اللي جات لنا: هل المؤسسة الفردية أو الشركة المدنية لها حق التسجيل؟ طبعا المؤسسة الفردية والشركة المدنية تسجل عادي جدا، بس ليها شروط، لأنها بتعامل كشخص طبيعي، وبيسري عليها قرار رقم 49. إيه هو قرار 49؟ طبعا أستاذ سيد شرحه لنا، اللي هو الشخص الطبيعي علشان يبتدي يسجل لازم تتجاوز أعماله المليون درهم. برضو المؤسسة الفردية والشركة المدنية لازم تتجاوز أعمالهم المليون درهم، وأنا كنت شايف على الشات السؤال ده اتسأل. هتيجي تسجل مؤسسة فردية معاك رخصة أو شركة مدنية ومعاك رخصة، هتلاقي السيستم أصلاً هيسألك هل تجاوزت أعمالك مليون درهم؟ يعني السيستم هيشوف إن أنت مقدم رخصة لمؤسسة فردية أو لشركة مدنية، فلازم تكتب له إقرار إن أعمالك تتجاوز المليون درهم علشان يبتدي يقبلك كمسجل في ضريبة الشركات. فدي بخصوص المؤسسة الفردية أو الشركة المدنية. واللي بيسأل الشركة المدنية إيه هي؟ الشركة المدنية دي بتاخد الشكل المهني، وبتكون بين شخصين أو أكتر، ولو الشركاء فيها
من مجلس التعاون الخليجي، فهم مش محتاجين لوكيل خدمات أو شريك كمواطن، لكن لو الشركاء في هذا النوع من الشركات غير حامل لجنسية دول التعاون الخليجي، فيجب أن يشترك معهم في هذه الشركة شريك مواطن. كده جاوبنا على سؤال المؤسسة الفردية، لأن في ناس ممكن تتلخبط وتقول لك لا ده كيان اعتباري. تقول له كيان اعتباري ليه؟ يقول لك ده عامل رخصة مش كيان طبيعي. طول ما هو عامل رخصة بالنسبة له هو كيان اعتباري ولازم أروح أسجله على طول. حتى لو هو أنت اتلخبطت ورحت تسجله، السيستم وأنت بتسجله هيوقف لك التسجيل عشان تستوفي له شرط تجاوزك للمليون درهم إيرادات. تاني سؤال، اللي بيسأله متلخبط ما بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات، بيقول إيه هو الحد الأقصى للإيرادات لكي أسجل في ضريبة الشركات؟ الكلام ده في ضريبة القيمة المضافة. ضريبة القيمة المضافة بتقول لك في تسجيل اختياري وتسجيل إجباري. تسجيل اختياري لو تجاوز، لو التسجيل الإجباري 375 ألف إيرادات، وتسجيل اختياري نصهم 187 ألف ونص. لو عديت دي أو دي، عايز تسجل اختياريا تسجل، عايز تسجل طبعا لو تسجيل إجباري فلازم تسجل. الكلام ده مش موجود في ضريبة الشركات، مفيش حدود للإيرادات في ضريبة الشركات إلا في الكيانات الطبيعية والمؤسسات الفردية والشركات المدنية. فنقول لصاحب السؤال أنت عندك لخبطة ما بين ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة. السؤال اللي جالنا التاني، ما هو آخر ميعاد للتسجيل؟ ما فيش آخر ميعاد للتسجيل قبل تقديمك أول إقرار. يعني أنت بعد ما بتسجل فترتك الضريبية 12 شهر، بعد ال 12 شهر قدامك 9 أشهر لتقديم الإقرار، تقدر تسجل في فترتك، في أثناء فترتك الضريبية أو بعد ما تنتهي فترتك الضريبية وقدامك 9 أشهر كمان تقدر تسجل. في سؤال برضو جاي لنا، سؤال مهم عن إلغاء التسجيل. هي في حالات المفروض فيها نلغي التسجيل؟ آه طبعا، أنت لازم تلغي تسجيلك تحت ظروف إن أنت توقفت مثلا عن الأعمال، لازم تلغي تسجيلك بالنسبة مثلا للكيانات الطبيعية. طيب بالنسبة للكيانات الاعتبارية برضو نفس النظام، إذا توقفت عن الأعمال أو لغيت رخصتك أو في حل أو في تصفية، لازم تبتدي تقدم على إجراءات إلغاء التسجيل. طب ليك مهلة، ليك وقت قانوني قصدي لتقديم الطلب ده؟ أيوة، 3 شهور من نشوء السبب. ولو ما قدمتش في غضون ال3 شهور هيبتدي تفرض عليك غرامة شهرية 1000 درهم لغاية ما توصل ل10,000 درهم. فده السؤال اللي جالنا بخصوص إلغاء التسجيل.
طبعا في سؤال جاء في المجموعات الضريبية والأستاذ سيد شرحه، اللي هو لو في أكتر من شخص في مجموعة ضريبية هيحصلوا كل واحد فيهم على حد إعفاء. طبعا حد الإعفاء هيبقى في المجموعة الضريبية واحد، وهو 375 ألف درهم لجميع أعضاء المجموعة الضريبية. من الأسئلة اللي جت تاني، الفروع في دولة الإمارات العربية، في شركة ليها فروع، هل أنت كصاحب شركة الفروع دي هتروح تعمل لها تسجيل منفصل؟ هل هتقدم لها إقرار ضريبي؟ هل إيراداتها هتاخدها في قوائم مالية وتروح تقدم لها إقرار ضريبي؟ الكلام ده مش صحيح. الفروع هتتبع للشركة الأم، إيراداتها هتنضم على إيرادات الشركة الأم أو المكتب الرئيسي، وهتقدم وهتدخل في حسابات الفرع الرئيسي، وهيتقدم بيها الإقرار الضريبي للشركة الرئيسية. يعني الفروع ملهاش إن هي تسجل تسجيل منفصل، ملهاش إن هي تقدم إقرار منفصل، هي تابعة لكيان كبير اللي هو الشركة الأم أو المكتب الرئيسي. في سؤال بيقول الأجر خاضع للضريبة؟ لا، الأجر غير خاضع للضريبة، حتى لو تجاوز أجرك المليون درهم، وده تم حسمه في القرار رقم 49 لسنة 2023، الأجور غير خاضعة للضريبة. في سؤال برضو جالنا على هل يتم تغيير الفترات الضريبية؟ برضو أستاذ سيد جاوب عليه، الفترات الضريبية ممكن تمدها وممكن تقصرها. يعني ممكن تمد فترة ضريبية لتكون الفترة الضريبية حالية، يعني أنت لو في فترة ضريبية حالية وعايز تمدها، المفروض الفترة الضريبية 12 شهر، أنت لا شفت إن أنت من مصلحتك إن أنت تمدها أو لأي سبب من الأسباب، بس بحد أقصى 18 شهر. وعلشان تقوم بالطلب ده يجب تقديمه قبل انقضاء 6 أشهر من انتهاء الفترة الأصلية. طيب، عايز تقصر فترتك الضريبية بحيث تتراوح، يجوز تأثير فترة ضريبية لكن تكون الفترة الضريبية التالية، يعني ما تقدرش تطلب تقصير فترتك الضريبية الحالية أو فترتك الضريبية السابقة، وتكون ما بين 6 إلى 12 شهر. طبعا ومن أسباب طلب تغيير الفترات الضريبية أهمها طبعا إن ممكن يكون في تكوين لمجموعة ضريبية، والفترات الضريبية بتكون مختلفة. طبعا المجموعة الضريبية مش هتتكون إلا في حال إن تكون الفترات الضريبية متطابقة. في سؤال بيقول ما هو الربح الضريبي؟ صافي الربح الضريبي أو صافي الربح المحاسبي المعدل، ده اللفظ ده هنسمعه كتير، صافي الربح الضريبي. انت بتعد قوائمك المالية المفروض علشان تبتدي تقدم
إقرارك الضريبي، لكن هل صافي الربح اللي بيخرج من قوائمك المالية دي هو اللي هتبتدي تقدم بيه صافي ربحك فيتحسب عليه الضريبة؟ بيقول لك القانون إن في حاجة اسمها صافي الربح المعدل، صافي الربح المحاسبي المعدل أو ما هيطلق عليه صافي الربح الضريبي. ده بيتاخد صافي الربح المحاسبي أو صافي الخسارة وبتتعمل له معالجات طبقا للقانون بيها صافي الربح بيزيد أو بيقل منها مثلا، وبرضو المصروفات بتتعمل لها معالجات، يعني بتستبعد منها بعض الأشياء، منها مثلا نفقات غير قابلة للخصم. هتدخل على النفقات، في نفقات غير قابلة للخصم مثل مثلا الغرامات، الإكراميات، الرشاوي، العقوبات المالية. أنت ممكن تاخد الأرقام دي وتحطها في ميزانيتك، هتيجي ما تعينهاش طبعا، دي هتعتبر مصاريف، فأنت لو عينتها صافي ربحك هيزيد، فأنت مش عايز، هتكون عن جهل او عن عدم او عن علم، ممكن تسيبها. هيجي المدقق في يوم من الايام وهو بيفحصك مثلا، هيستبعدها لك. فكل المعالجات اللي هتحصل على صافي الربح المحاسبي سيؤدي الى تغيير الرقم، صفر سيؤدي إلى تغيير الرقم اللي موجود في القوائم علشان يتقدم بيه إقرارك الضريبي. من الأسئلة برضو اللي جت، دخل الاستثمار العقاري للشخص الطبيعي معفي ولا غير معفي؟ لا طبعا دخل احنا اتفقنا ان الشخص الطبيعي نزل له قرار لوحده اللي هو القرار رقم 49 لسنة 2023. القرار ده حسم الشخص الطبيعي بيتعامل في القانون بأي طريقة، وهي تجاوز إيراداته للمليون درهم. لكن دخل الاستثمار العقاري حتى لو تجاوز للشخص الطبيعي مليون درهم، زي كان بيأجر عقار، بيبيع عقار، بتأجير من الباطن، حتى لو تجاوز المليون درهم فهو غير ملزم بالتسجيل. واشكركم، ودي الاسئله اللي جات لنا ويا ريت نكون جاوبنا عليها. وانا شايف ان استاذ سيد قام بالمرور على جميع هذه الاسئله في شرحه للماده العلميه اللي هو كان بيقدمها. واشكركم شكرا جزيلا. شكرا أستاذ سيد وأستاذ شوكت على المادة العلمية وعلى الإضافات، وشاكرين للحضور ولاستفساراتهم. صراحة الأسئلة اللي أطرحوها أسئلة كانت في صلب الموضوع، وإن شاء الله إذا في أي استفسارات أو أي أسئلة ممكن تتابعونا على اليوتيوب وتقدمون أسئلتكم أو على الشات طبعا حسب ما هو واضح، وإن شاء الله بنحاول نرد عليها بقدر الإمكان. الله يحفظكم ويومكم سعيد إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير ودولتنا بألف خير إن شاء الله بيومها الوطني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.